برحب فيكم اخوتي المشاهدين عبر شاشه نور الشرق بحلقه جديده من البرنامج الاسبوعي كلمتك تحييني. كما بدي رحب بابونا انطوني الازي، اهلا وسهلا فيك ابونا. اهلا فيك توني. بهالحلقه وبكل الحلقات ابونا، كل حلقه من حلقه لحلقه عم تاخذنا الى روايات الكتاب المقدس العهد القديم وعم تشرح لنا اياها على الضوء الوحي المسيحاني لهالامور هيدي. اليوم لوين بدك تاخذنا ابونا؟ اليوم بدنا نغوص تاملنا قدس الأقداس، محل ما في تابوت العهد. رح نتأمل بتابوت العهد ورموزه ومعانيه، وبنفس الوقت رح نتأمل بمائدة خبز التقدمة وبالمنارة. وين بنلاقيها؟ رح نكون عم نتأمل بالفصل 25 من سفر الخروج. أكيد هالفصل في كتير تفاصيل وفي كتير هيك رموز فيه، ولكن بسبب قلة الوقت رح نكون هيك عم نتأمل بشكل هيك عام وحلو بنفس الوقت، نشوف يسوع وين موجود بقلب هالفصول الحلوة. حتى يسوع موجود بهالتفاصيل، المفروشات تبع قدس الأقداس بيدهشنا الكتاب المقدس كيف بيحكي عنهم، وكلهم لهم رموز بيسوع، تمت بيسوع. فإذا نحن بالفصل 25 من بعد ما نعمل هذا العهد مع بين الله وشعبه، رح نشوف كيف الله عم بيطلب من موسى يكونوا شعبه عم بيقدم له تقدمة. بيقول له قل لبني إسرائيل أن يقدموا لي تقدمة، كل واحد وما تسخو به نفسه، وهذه هي التقدمة التي تقبلها منهم. بيذكر بعض الأمور يلي بده أن تكون عم تنصنع، إن كان تابوت العهد وإن كان خبز التقدمة الطاولة. كل هالأمور يلي بيطلبها هن الشعب، بدك تقول لي من وين جابون مثلا منهم الذهب والفضة والنحاس والنسيج البنفسجي والأرجواني، هالتفاصيل كلها إلا أكيد رموز، بس من وين بده يكون جابها الشعب؟ جابها معه من مصر. من مصر. هو كان قبل ما طلعوا من مصر قال لهم شو عندكم سمين تاخدوه معكم. فإذا يقدم لي تقديمة كل واحد ما تسخو به نفسه. الله عم بيطلب من الإنسان أن يكون عم بيقدم له شيء من قلبه، ما بده أمور تقديمات سطحية. أو رجعنا لقايين يلي قدم من مش من قلبه التقديمة، حتى نوصل للآية 8. فيصنعون لي مسكنا مقدسا لأسكن فيما بينهم، ويكون المسكن وجميع أثاثه على المثال الذي أنا وريك. رح نشوف توني بأنه خيمة الاجتماع أو الهيكل، بعدين رح نشوف تابوت العهد، طاولة خبز التقدمة والمنارة، كله بيرمز لله. بس هل يمكن أن الله يسكن في 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 وسطهم كأن بده بيت، مثل ما هن عندهم خيم أو عندهم؟ هذا بيرمز على حضورته، هو الحاضر بيناتنا. وخيمة الاجتماع يلي كان فيها الله يلتقي مع موسى ويبلغه كلامه، وهي مكان تجلي مجد الله بشكل رائع جدا. مثل ما الله طلب انه موسى والشعب ينصبوا هالخيمة في وسطهم بين كل الخيام تبعهم، بقلنا بملء الزمن وخاصة الانجيل يوحنا بالفصل 1 الآية 14 بيقول والكلمة صارت بشرا ونصب خيمته بيننا وحل بيننا. صح. بس التعبير أو الترجمة الحرفية هي ونصب خيمته بيننا، ليه؟ دليلة لخيمة الموعد يلي الله كان يتجلى فيها بقلب هيدي الخيمة. فالمسيح هو خيمة الموعد يلي إجا وسكن بيناتنا، سكن بوسطنا، وبنفس الوقت تجلى من خلال خيمة الموعد، إذا بدك من خلال جسده البشري تجلى مجده الإلهي. فإذا كتير حلو وكتير مهم نكون عم ننتبه بأنه جميع أثاثه على المثال الذي أنا أريك. وبيقول قديس بولس بأنه هالأمور أو خيمة الموعد أو خيمة الاجتماع منا إلا صورتها للخيمة السماوية. فإذا كيف هالسما مشغولة إذا بدك حيث سكن الله، في صورة مجسدة جسدت بيناتنا، والله طلب بالحذافير كيف بده يكون عم يحققها الإنسان. نوصل بأول
نقطة لتأملنا الليلة بالتابوت، تابوت العهد أو تابوت الشهادة مثل ما كمان بيسموه. تصنع تابوتا من خشب الصند، بيعطي مواصفات، فتغشيه بذهب خالص من داخل ومن خارج، وتصنع عليه حلية من ذهب تحيط به. بنعرف شغلة توني بأنه نحن نفهم تابوت دايما يعني المحمل بياخدوا فيه صندوق، الميت، بس هي يعني هو صندوق معناتها صح. هلا بنشوفها كمان، بيشوفوها المشاهدين امامهم بالصوره. بدنا نعرف شغله بانه الخشب احوى عم ببين قدام المشاهدين، هذا تابوت العهد، في مثل علبه صندوق صح، من جوا هي مصنوع من خشب، خشب الصند. شو ميزته لهذا الخشب؟ بانه ما بيسوس. والخشب بهالنصوص بيرمز لإنسانية المسيح، جسد المسيح يلي ما نال منه الفساد، مثل ما السوس ما كانت تخترق هالنوع من الخشب السميك والنوعية الجيدة، ذات شيء جسد المسيح ما نال منه الفساد. فإذا وقت بينجاب ذكر الخشب بيرمز لتجسد المسيح، أما وقت بينجاب ذكر الذهب بيرمز لألوهية المسيح. مشان هيك رح نرجع نشوف نشوف صورة أمامنا حتى هيك نوصف شوي التابوت. فإذا في هو صندوق معمول من خشب مغشى بالذهب، معناتها جسد المسيح يلي كان لابس الألوهية كمان من جوا، من الداخل ومن خارج في ألوهية المسيح ذهب، وعلى الغطاء في بسميه الغطى، وكأنه هالغطى يلي بيغطي تابوت العهد منه إلا المكان يلي رح بيدخل رئيس الكهنة حتى يكون عم بيقدم مرة واحدة بالسنة دم الحيوان يلي عم بيقدمه كتقديمة. فهالغطى كتير حلو لأنه عليه بتتقدم الذبيحة، وفي هول الملكين يلي موجودين فوق جوانحهم دقة ببعضها، ولكن هن بانحناء بيطلعوا ببعضهم، بس بنفس الوقت هن عم بيطلعوا على الفسحة يلي موجودة قدامهم، وكأنه هالملكين هن شاهدين على دم التقدمة أو دم الذبيحة يلي عم تتقدم. وأكيد هيدا الشيء منه إلا صورة مسبقة لدم المسيح اللي رح يتقدم كفارة من أجلنا. هيدي الصورة رائعة بتكشف عن عظمة هالمكان، لأنه الله رح يكون عم بيتجلى بين هول الملكين، بيظهر لموسى بين هول الملكين حتى يظهر مجده لموسى. نفس الوقت رح تكون عم تتقدم ذبيحة على هالغطى يلي مغطى تابوت العهد. وبنفس الوقت فينا نشوف بأنه خطية الإنسان يلي تغضب الله، هالملكين هن حراس، هن يلي جاهزين حتى إذا بدك ينفذوا غضب الله أو يحققوا العقاب، ولكن نفس الوقت بنشوف هالملكين كيف عم بيطلعوا بمكان تقدمة الذبيحة، بمكان الدم يلي بده ينمسح فيه غطى تابوت العهد. وهذا الشيء اللي بده يسكت غضب الله ويسكت غضب الملكين الكروبيم والسرافيم. فمنشوف كيف وحده دم المسيح هو يلي رح يكون عم بيفدي الانسان. مشان هيك هن شاهدين على الفداء يلي رح يتم بعدين، مزبوط هن عم يشوفوا دم التيوس يلي عم بيتقدم على هالغطى، ولكن هن عم بيطلعوا بنفس الوقت هالملكين إلى الفداء اللي رح يتم بيسوع بملء الزمن. شو في بقلب تابوت العهد؟ الله بيطلب من موسى يكون عم يوضع بقلب تابوت العهد عصا هارون يلي فرخت وزهرت لوز، وبنفس الوقت في إناء موضوع في المن. ليه زهر لوز؟ اللوز له رمز كتير حلو، عصا هارون يلي هي يابسة تعتبر، ولكن وقت انحطت بقلب الخيمة هي وحدة يلي فرخت. اللوز بيرمز أو أول شيء معناته المستيقظ،
لأنه اللوز هو أول شيء بيستيقظ بكانون الثاني. إيه بزهر بكير. خاصة بإسرائيل. وهو بزهر بكير. كمان. عندنا. فهو أول شجرة بتزهر. صح. أول شجرة تستيقظ. وهي بترمز لأيامة يسوع، لأنه هو بكوة الراقدين، بكوة القائمين. واللوز هو بكوة الأشجار يلي بتزهر. فاللوز له رمز كتير، ورح نشوفه موجود بالمنار بعدين. عصا هارون، ثانيا الوعاء يلي فيه المن حتى يذكر الله شعبه بالتذمر يلي عاشه وبقلب البرية وتجاعه وتذمروا على الله وعلى موسى لأنه طلعهم من مصر، شفناها بحلقة محل ما كانوا عم بياكلوا اللحم، فحتى يذكرهم بعنايته فيهم، هو يلي بيطعميهم كل يوم يومه كفاف يومهم. نفس الوقت في لوحي الشهادة أو لوحي الوصايا حتى الإنسان يتذكر كلمة الله، حتى الإنسان يتذكر وصايا الله ويكون عم بيعيشها وعم يمشي فيها. مش مهم بس يتذكر، المهم أنه يكون عم بيعيشها بحياته. تابوت العهد رائع جدا لأنه مظبوط بيرمز للمسيح يلي هو بحد ذاته الإنسان الكامل والإله الكامل، مصنوع التابوت من الخشب والذهب، بس بنفس الوقت هو حامل المن لأنه هو خبز الحياة، هو خبز نازل من السماء. نفس الوقت هو هو الكلمة يلي تجسد وصار إنسان بملء الزمن ونصب خيمته بيناتنا، هو الوصية الجديدة، حامل الوصية الجديدة، أحبب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قوتك وأحبب قريبك حبك لنفسك. فإذن هو حامل الوصية الأساسية، الحب لله والحب للقريب، هو الكلمة والشريعة يلي جسدت وصارت بيناتنا، الشريعة الجديدة. فإذن المسيح حاوي بذاته تابوت العهد، هو تابوت العهد يلي حامل زيته بنفس الوقت. كمان له رمز كتير حلو لمريم العذراء يلي حملت بدخلها كلمة، هي تابوت العهد يلي حامل بدخلها الكلمة يسوع، كلمة الله المتجسد، نفس الوقت حامل خبز السماء، خبز الحياة، وحامل كمان الصليب يلي هو صورة المسيح الإنسان المتألم. فإذا مريم هي هالتابوت العهد يلي حاملة، بنقولها بطلبة العذراء يا تابوت يا تابوت العهد، صح، من هون جاي تقريبا هالتفسير. ومن هون كمان منشوف كيف وقت داود حمل استقبل تابوت العهد ودخل فيه، كيف كان فرحان وكيف كان عم بيرقص ابتهاجا باستقباله لتابوت العهد. بالمقابل منشوف كيف اليصابات وتدخلت مريم إليها تابوت العهد الجديد، ارتقد الجنين في أحشائها. في هالصور يلي منحطهم أمام بعضهم يلي بيشبهوا بعضهم، مريم تابوت العهد الجديد يلي رقصت اليصابات ورقص الجنين بدخلها حتى يستقبلها، رقص يوحنا مثل كأنه هو بيشبه نبي داود وتجاوز، مع انه بعد لوقت بنفسر انه هيدي حب الخدمه وركضت، بس هل اعطيته انت بعد اخر كلي يعني ولا مره ذكرناه بزياره مريم لاليصابات؟ لا اكيد دائما في هذا التشبيه لانه مريم هي تابوت العهد الجديد يلي حامله بداخلها المسيح. فاذا بنشوف توني كيف هالمقارنه الحلوه يلي هي رمزيه، وكأنه الله عم بيحضر كل هالأمور لغاية مجيء ابنه يسوع. ومنشوف بقلب تابوت العهد في حلقتين من كل ميلة، وفي مثل قضيب حتى يحملوا تابوت العهد ويمشوا فيه. يعني في مسيرة، في تلقى. أكيد كان دائما الشعب يحمل تابوت العهد ويمشي فيه بقلب البرية، وهيدي صورة مسبقة للمسيح يلي كان عم بيمشي بقلب العالم، مسيرته بقلب العالم من بعد تجسده. فينا كمان نكون عم نتأمل برحمة الله، هالغطى يلي بيغطي تابوت العهد منو إلا، وحامل هالملكين منو إلا صورة مسبقة
لعدل الله والحق وتحمي اللي الله جاي حتى يحققه، لأنه هالدم دم المسيح يلي بده يتقدم على هالغطاء أو على تابوت العهد منه إلا تجسيد لرحمة الله يلي افتدينا بدم ابنه يسوع. وفي صورة كتير حلوة تخدنا على نص القيامة توني بتابوت العهد تابوت العهد صح، لأنه وقتها دخلت مريم على القبر، قبل ما تدخل شو كان فيه؟ كان فيه ملكين. ملكين يعني. صحيح. ربطهم بها. أكيد، لأنه القيامة أو القبر أضحى هو المكان اللي تجلى فيه مجد الله، قام بمجد عظيم. يعني كأنه صار القبر هو تابوت العهد كمان. فينا نكون عم نشبه تقريبا هيك، لأنه من هيدا المكان تجلى مجد الله، تماما مثل ما كان يتجلى على الغطاء أمام موسى يتجلى مجده. فالملكين كانوا على باب القبر تماما مثل ما كانوا موجودين على على تابوت العهد، وهونيك ظهر مجد الله الحقيقي. حلوة الفكرة. وتجسدت رحمته بقيامته وحبه ومجده وعظمة حبه، جسده بقيامته لأنه بدمه مسحت خطايانا. وأكيد نحن ما فينا نكون لما عم نتأمل بنص الصليب يلي هو إذا بدك مكان تجلي حب الله ومجد الله. فتماما مثل ما قلنا كتاب العبرانيين بأنه العهد الأول كانت له شعائر العبادة والقدس الأرضي، وكان كان الكاهن يدخل حتى يقدم الذبيحة بدم التيوس، وكان رئيس الكهنة يدخل مرة واحدة بالسنة يوم كيبور يوم المغفرة حتى يقدم الذبيحة ويطلب من الله تكون عم تنغفر خطاياه وخطايا شعبه. فالمسيح دخل إلى قدس الأقداس محل ما تابوت العهد موجود، دخل مرة واحدة وبدمه قدم الذبيحة ونمسح هذا الغطاء، إذا بدك بصورة رمزية أكيد مسح هذا الغطاء غطى تابوت العهد مرة واحدة إلى الأبد. ما بقى في لزوم إنه يكون في مسح أو تقديمات تانية للطيوس وللحيوانات لبعدين. فبدم المسيح نحن تطهرنا. مشان هيك إذا كان كل سنة عم تتقدم التقديمات على غطى تابوت العهد لطلب المغفرة وبعد ما انغفرت الخطايا، فكيف بالأحرى المسيح بدمه تطهرنا وانغفرت خطيتنا مرة واحدة وإلى الأبد. وإلى الأبد. هيدي الصورة كتير حلوة حتى تقلنا بأنه المسيح هو رئيس كهنتنا الجديد يلي بدمه على الصليب دخل إلى قدس الأقداس السماوية. مشان هيك توني قدس الأقداس، بين قدس الأقداس والقدس في خيمة، في ستار. مشان هيك بقلنا الإنجيل وانشق ستار الهيكل. ليه؟ هذا هو لأنه المسيح فتح الأبواب. صار في فيض من المغفرة على الشعب، ما بقى في شيء بيحجب الإنسان عن هذه الذبيحة اللي تمت بالمسيح. مشان هيك بيقول صاحب كتاب العبرانيين بأنه المسيح هو أعظم الذبائح يلي تقدمت. قدم نفسه مرة واحدة ليزيل خطايا الكثير من الناس. هالصور الحلوة خاصة بالعبرانيين تحكي فيها، تكون مقارنة كتير حلوة أو تفسير حلو أو رؤية جديدة لسفر الخروج، وخاصة يلي بيحكي عن تفاصيل خيمة الاجتماع والهيكل وكل الأواني اللي موجودة بقلب الهيكل. نوصل حتى هيك نتأمل بمائدة خبز التقديمة. وتصنع مائدة من خشب الصمت، طاولة بيعطي طاولة عم نشوفها قدامنا. هالطاولة من خشب الصمت معناتها لشو بترمز؟ لتجسد المسيح طبيعة البشرية. وتغشيها طبيعة البشرية وتغشيها بذهب خالص
وتسوغ لها حلية من ذهب تحيط بها. منشوف أمامنا بأنه في في على هيدي الطاولة في مثل تاج بيحيط الطاولة حتى يحمي الخبز أنه يكون عم يوقع، ونفس الوقت في حلقات تحت حتى تكون عم تنحمل بشكل جيد. هالطاولة معمولة من مغطى مغشات بالذهب، وفي كاسات في صحون حتى ينقلوا الكهنة الخبز عليها. شو بيصير على هيدي الطاولة؟ بيتقدم الخبز، بيدخل الكاهن وبيحط 12 رغيف من الخبز سخن على هيدي الطاولة، بيحطهم يوم السبت فقط، يوم الراحة يلي فيه الجميع بيرتاح والله بيرتاح، ولكن الكاهن بيجي حتى يقدم الذبيحة إذا بدك أو خبز التقدمة، بيقدمه على هيدي المائدة وبيقدمه سخن، وبيجي السبت اللي بعده بياكل خبزات يلي تقدموا السبت الماضي وبيحط بديله. والخبز منه إلا صورة مسبقة لجسد المسيح يلي رح يتقدم على مائدة الصليب بالتحديد. 12 رمز ل 12 صبت 12 صبت من أصباط إسرائيل. يعني كل عائلة عم بتقدم عن نفسها صح. إذا بدك عن حالة رغيف. أكيد. في كل هالأواني اللي شفناهن أمامنا هن حتى يكونوا عم يشيلوا منهم الكهن الخبز ويجي يحطوا الخبز من جديد. بس مثل أواني المذبح عنا عم شوفهم هيك نوعا ما، يعني كأنه الكاسة بتحطوا فيه الخبز أكيد. وبتنقلوا الصينية اللي بتجيبوها كرمال المنير. كل شيء توني بتستعمله الكنيسة، لأنه شو هو الهيكل وشو هي خيمة الاجتماع؟ الكنيسة استمدت صور هيكلها من خيمة الاجتماع ومن الهيكل. فمشان هيك في عنا الباحة أو الكنيسة محل ما بيقعدوا ناس، في الخورتوس يلي بيرمز للقدس، وفي المذبح فوق يلي بيرمز إلى قدس الأقدس. يمكن عند الإيكونوستاز عند الروم الكاثوليك بيشبه صح الروم الأرثوذكس بيشبه تقريبا هيكلية الهيكل وتقسيمه. أما نحن كمان كموارتنا عنا ذات التقسيم، ولكن ما في فصل بقلب. هلا من زمان كانوا يحطوا درابزين طيب بين مكان الشعب وبين الخورتوس يلي بيشبه القدس وقدس الأقدس، محل ما فقط بيطلع الكاهن حتى يقدم الذبيحة يلي هو يسوع. قديش حلو أن نكون عم نتأمل بهالمائدة، وبالتحديد كلمة المائدة بتعني مشتقة من الفعل يرسل، وكأنه هالخبز هو مصنوع حتى يرسل حتى يكون مأكول ويعطي الفرح والشبع للمؤمنين. أكيد الشبع يلي كان بياخده الكاهن من هيدي المائدة منه شبع مادي أو جسدي، إنما هو صورة مسبقة للشبع السماوي يلي بده يناله الإنسان بالملكوت. وأكيد نحن كمسيحيين هلا قادرين نكون عم نطلع بخبز المائدة بطريقة مختلفة، بأنه على الصليب تقدم المسيح خبز يؤكل لنا، خبز سماوي، خبز إلهي، حتى يشبع جوعنا العميق للحب، حبنا لله، ونشبع من حب الله لنا، لأنه على الصليب المسيح كشف لنا عن حبه وعن حب الآب. عشان هيك يسوع بيقول كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. فبس نشوف المسيح على الصليب نحن منشوف حب الآب لنا. دايما بده يضل في خبز على هيدي الطاولة، على هيدي المائدة، ما بينقطع، عم بيشيل القديم بيحط جديد. صح، علمي بأنه نحن بحاجة دايما لهالخبز السماوي، بحاجة دايما نكون عم نغذي روحنا من هالخبز السماوي. اعطينا خبزنا كفافة كفافة يومنا، هذا هو الخبز الحقيقي اللي بحاجة نكون عم نتناوله حتى نشبع نفوسنا. فإذا بنفس الوقت هالفعل بدل أو كلمة المائدة بدل على يرسل، علم بأنه المسيح هو المرسل من الآب حتى يشبع جوعنا. نوصل حتى نتأمل
بالمناقة، المناقة هيك إذا شفناها أمامنا كمان شكلها كتير حلو، مصنوعة من هال إذا بدك سبع أماكن لحتى تضاء نور، مشغولة بشكل حلو، تصنع مناقة مطروقة من ذهب خالص. هون أكيد لشو بترمز، بس تكون كلها سوا ذهب، ترمز بس للألوهة، والمناقة هي اللي بترمز لروح القدس، لأن النور هو يلي بيضوي بنفوسنا، هذا هو روح القدس يلي مواهب السبعة كمان يعني مأخدينا من هون الفكرة. أكيد مواهب السبعة هون أمامنا بتبين أكثر بشكل حلو. ليه؟ لأنه مصنوعة من شكل زهرة اللوز بعقدتها وبأوراقها كلها سوا، مصنوعة مزخرفة من هيدا زهرة اللوز، ونجح حتى نقول ليش زهرة اللوز، لأنه بتعني للاستيقاظ، وبنفس الوقت هي بترمز للأجزاء الثلاثة اللي تقطع فيهم شجرة اللوز حتى تزهر، وكأنه في مسيرة للاستيقاظ، استيقاظ الإنسان وحده. الروح القدس هو اللي ينير قلب الإنسان ونفس الإنسان حتى يضل مشع بنور المسيح. فإذا منشوفها كيف مقصمة، كيف مزخرفة، في أزهار اللوز مقصمة على سبعة، فيها ثلاثة طلعين من العمود الأساسي اللي موجود بالنص، ومن هون الشعب اليهودي دايما بيضوي هيدي المناقة. هالمناقة دايما مضوية بقلب أمام تابوت العهد، ما بينطفي النور. الهيكل هم نضوي قدام الأربان شمعة دايمة، لأنه تابوت العهد بالهيكل عنا منه إلا بيت الأربان يلي منحط أمامه المناقة، منحط أمامه الشمعة، لأنه نور الله يضيء وحده السماء، نور الله وحده يلي بيضيء الهيكل. بالسماء ما في ولا ضوء موجود، مش الشمس اللي بتضوي ولا القمر، وحده نور الله هو يلي ينير ويشع بالسماء. فإذا هالمناقة ميزتها بأنه هي بترمز لروح القدس، لأنوار الروح القدس يلي بتشع بقلب الإنسان وبتنير نفسه حتى يضل مكفى بمسيرته نحو الملكوت. من هون توني فينا نتذكر العزار الحكيمات يلي كانوا عم بيسعوا حتى يضووا مصابيحهم. صح. مين هو هيدا النور يلي بيدخلهم، يلي مطلوب انه يكونوا عم بيضووا، او هالزيت يلي بيشع، منه الا الروح القدس يلي بمواهبه ينير نفس الانسان حتى يدفعه يكفي بمسيرته نحو الملكوت تيدخل قدس الاقداس السماويه. فالإنسان مدعو أن يكون دايماً منور، النور نور روح القدس دايماً مشتعل بداخله وواقف أمام الله. هذا هو الإنسان الحقيقي المؤمن، هو اللي عم بيشع من نور الروح وواقف أمام الله بكل لحظة. مشان هيك منشوف احرص على أن تصنع على مثال ما أريتك في الجبل. فإذا هيدي المناقة هي حتى تكون عم بتضوي بالزيت، تكون عم بتشع دايما بنور الروح بقلب قدام تابوت العهد. ولليوم بعد بيستعملوها كتير كرمز للشعب اليهودي، يعني دايما لما نحكي عن الشعب اليهودي بنحط هالمنارة هاي 100%. الشمعدين بسبع روس بسموها. صح، بعده موجودة وبيستعملوها كتير بأعيادهم ورموزهم وإلى هون. طيب ليش أصر الله أنه يعني يعمل هالأشكال هاو، يحضر هودي هالأشياء هاي، يعني المنارة ومائدة وتابوت وعصهر، يعني شو عم بدل يذكرهم أنه أنا معكم من خلال هودي اللي انعملوا بالبرية، أنه أنا حاضر معكم باللي شفتوه فيه، يعني باللي اختبرتوه معي في البرية؟ أكيد كل هالأمور هي علامة حضور الله وسط شعبه، مشان هيك الله كان دايما عمه يسكن بين شعبه وما يكون بعيد عن شعبه.
ده اللي يفوقهم يعني، ده اللي يذكرهم على ذكرهم، طول. لأنه الإنسان نسى، بينسى أنه الله بحبه، بينسى أنه الله دايما معه، فالله دايما بده يحسس الإنسان أنه هو دايما معه وما يخاف لأنه الله معه. هالأمور كلها يلي عم بيطلبها كان الله هي حتى أولا يقول له أنه أنا دايما حاضر معك. وهالحضور هو علامة عهدي معك. فالهيكل أو خيمة الاجتماع منن إلا علامات حسية حتى تقول للإنسان أنه الله معك، وهذا هو العهد يلي صنعته معك من خلال لوحي الوصايا، بيذكروا على أنه هو حاضر معه من خلال المن، كل هالأمور هي حتى تذكر الإنسان. بس أبونا وصلوا لمرحلة بعدين تعلقوا بالهيكل ونسيوا الله، يعني صار كأنه القدسية هي في الهيكل، يعني إجا المسيح حتى رجع أزال الهيكل أنه مش هذا الله. يعني بعد الوقت نتعلق بالرموز نحن أكثر من الروح إلى الجوهر. كتير حلو أكيد السؤال اللي عم تقوله توني، لأنه في خطر كتير نكون صح عم نتعلق بالحجر، عم نتعلق بالمواد بالأدوات، منقدسها ومننسى القدوس اللي بيقدسنا. هالأواني منا إلا للاستعمال، مش هيك هي حتى تذكرنا بالله القدوس. ومن هون توني يمكن بيكون أوقات كتير في انتقاد للذهب اللي موجود بقلب الهياكل. انتبه أنا بالنسبة لي مش كتير بحب، ما صرتش مطران، بحب البسط، لا نشكر الله ولن تأتي هذه الساعة ابعد عني هذه الكأسة ولكن أكيد أنا مع البساطة بقلب هياكلنا، لأنه الله كمان بسيط نفس الوقت، ولكن هو كل شيء طلبه وكل شيء موجود بقلب كنائسنا منه إلا صورة عن يلي الله طالبه بالعهد القديم. الله بسيط بنفس الوقت بهالفقر الحلو وهالبساطة، ولكن بنفس الوقت مهم أن نحن نكون عم نستعمل الشيء اللي كمان الله طلبه بالعهد القديم. هيك بحب أتأمل أنا وياك بشيء اللي كنت عم بتقوله، قدي أوقات الأدوات اللي بنستعملها والأواني بتبيعدنا، وأوقات الهيكل ببيعدنا عن القدوس. من بطن نصلي إلا بقلب الكنيسة، ونحن وبقلب الكنيسة بنلتهي بأمور عديدة بتلهينا عن القدوس يلي جايين. بتصير الكنيسة عجائبية، إنه هاي كنيسة عجائبية. صح، أنا ما بقدس إلا بهالكنيسة، أنا ما بقدس إلا عند هذا الكاهن. وهي الأيقونة عجائبية، بتعمل عجائب. صح، يعني غير صورة العذراء مثلا ما بتعمل عجائب، بس هي كل هالأمور توني قدمهم، يعني هي صورة أرضية عن الأمور السماوية. صح، اللي موجودة بالسماء. مهم أنه هالأمور الأرضية تساعدنا نعبر إلى العيش بهالصورة السماوية اللي الله بده ينقلنا عليها، من دون ما نكون عم نتعلق بهالأواني الدنيوية والفانية. بقبل حلقات قلت أنه الشعب الله كان مربي للشعب، عم يربيه. يعني هلأ ذكرتني وقت كنا صغار مثلا، يعني حطوا صورة أنت تعبر عن شيء من وراء الصورة. يعني الهيكي مثلا وتعطيت بعد للملائكة بالذبيحة وانحنائهم للذهب، يعني كأنه ربنا عم بيعلمهم، عم بيعلمهم بالصورة شوي شوي تيروحوا إلى أبعد من الصورة. أكيد هي منه إلا تحضير ومسيرة الله عم بيمشي فيها الإنسان حتى يساعده يشوف الأمور السماوية اللي بانتظارته. لأنه كيف بده يتحضر الإنسان إذا ما بلش الله يساعده يجسد هالأمور أمامه ويقول له هيدي بتشبه الأمور السماوية اللي نطحتك. فهذه الأمور كتير مهمة نكون عم نعيشها وعم نتأمل فيه وعم ننطلق منها حتى نتأمل بالسماويات والقدسيات. طيب أبونا، اليوم نحن نعطي قدسية كمان لأواني المذبح، يعني بيصير هالكاس اللي نحط فيه جسد المسيح إذا صار له شيء أو شيء يعني كأنه نهان المسيح، ألا نبالغ نحن؟ ليش بنسميه مقدسة؟ ليش بنسميها أواني مقدسة؟ لأنه هالأواني مفروزة للقدسيات. ما فينا نكون عم نستخف بالقدسيات. تياب الكاهن إلى كتير رموز، هلأ أكيد ما عنا وقت كمان يمكن متاخدي كمان من العهد القديم، كله من هون
الجبة والتياب رائعين والأفود والتاج، كل هالأمور مأخوذة من العهد القديم. الكنيسة ما جابت شيء من عندها، تقاليد كلها نقلت لنا، كل شيء موجود، مسحنت كل هالأمور. فالتاج والعصا كلهم هودي موجودين بالعهد القديم، والله طلبهم وقلهم رموزهم، يعني ما فينا نكون عم نتخطيهم. بس ده مهم نحن نكون عم نحافظ على القدسيات، يعني مش مين ما كان بيجي حتى يحمل الكاس وشو ما كان بنحط بهالكاس. يعني صح، يعني انا مني مع المبالغه ومني مع الاستخفاف. الانسان المؤمن الواعي هو الانسان اللي بيعرف قيمه الامور اللي موجوده بين ايديه. هالكاس هو مفروز للقدسيات، مفروز لدم المسيح، للقداس. هالتياب الكاهن مفروزه للقداس، المذبح للقداس. من هون توني، من هون مش رح اقول ممنوع، هالكلمه ما بحبها، بس يلي بدي اقوله بانه وتم نفهم تقسيم الهيكل او تقسيم الكنيسه اللي بترمز لتقسيم الهيكل يلي كان بالعهد القديم، نعرف بانه قدس الاقداس اللي هو المذبح ما فينا نكون عم نخيل عليه وحده. الكاهن بيطلع على قدس الاقداس، بيطلع على هذا المذبح. ما فينا نروح ونجي والولاد تلعب وناس خاصة بالأكاليل المصورين بيطلعوا خلف المذبح، بيطلع شوي على المذبح، بيحسكوا محل ما بدهم. وإذا حدا، إذا الكاهن أعطاهم ملاحظة بيقولوا عينه شو ضايقة. ما فينا نستخف بهالمقدسات. كتير مهم نضلنا نعطي هالقيمة للمقدسات الموجودة بين إيدينا. ببيتنا بنعطي قيمة لكل شغلة، يعني ما بنستعمل في أواني الطبخة بنستعملهاش بغير مكان بالبيت. يعني كل شيء له شغلته، له هدفه، والقدسي والأواني المقدسة هي مفروزة فقط للمقدسات، للأمور القداس. فكتير مهم نعرف نحن كيف نتعامل معها، وخاصة بالكنيسة. هالدخول إلى القدس المذبح ما فينا نضلنا نحزك عليه. ساعة البدنا بنطلع حتى نفوت على السكرستية، حدا بيطلع على باله يكون عم يجيب ماي، يجيب كلينكس، بيطلع بيفوت على السكرستية، وبيصير الكنيسة هي مفتوحة للجميع. هي كنيسة للكل، ولكن بنفس الوقت بدنا نرجع نشد انه هالكنيسة لها رموزها، ونعرف كتير منيح بانه هالمقدسات نعرف كيف نتعامل معها. بآخر هالحلقة أبونا، شو بدك ناخد درس من هالتابوت العهد، طاولة المائدة اللي بيقدم عليها الخبز، والمنارة؟ يعني نحن شي من هالثلاثة، فينا شي من هالثلاثة؟ نحن شفناهم يرمزون إلى المسيح، وهني صورة مسبقة عن عملية الفداء كلها سوا، والخلاص والتطهير، والخبز اللي قدمه يسوع بليلة العشاء السري، والروح القدس اللي أرسله الله. ف نحن وين بهالثلاثة؟ يعني نحن حاملينهم كمان؟ نحن ثلاثتهم. نحن اليوم نحن هني؟ نعم. نحن أول شيء هيكل الله القدوس. الروح القدس جعل منا هيكل له. نحن سكن الله، والمكان يلي بيتجلى الله منا. نفس الوقت نحن تابوت العهد يلي حاملين كلمة الله، ومدعوين نكون عم نزيحها مثل ما تزيح تابوت العهد وين ما كان. نحن حاملين خبز السماء يلي مدعوين كمان نكون عم نتغذى منه ونحمله لكل الآخرين. نحن عصا هارون أو الصليب يلي مدعوين نكون عم نحمله دايما، ونتبع المسيح، احمل صليبك كل يوم واتبعني. ومن آمن بأنه بهيدا الصليب بتزهر اللوز، يعني في بذول القيامة. هذا الصليب، صليب المسيح، منه صليب الموت فقط، إنما صليب القيامة كمان. نحن فإذا تابوت عهد متنقل حملين المسيح بذاته. نفس الوقت نحن خبز التقدمة أو طاولة خبز التقدمة يلي منقدم أول شيء جسدنا، ذبيحة مرضية لله مثل ما بيقول الديس بولس. ثانيا نحن مدعوين نكون نحن عم نستقبل جسد المسيح بالمناولة، نعرف ننتبه على عظمة هالخبز، خبز التقدمة يلي المسيح قدم ذاته فداء لنا. نعرف بنفس الوقت يضل هذا الخبز إذا بدك سخن طازة، حي. نعرف نكون ما يعفنش فينا 100%. نعرف قيمته، نعرف أنه هالمسيح بذل ذاته في سبيلنا وانطحن على مطحنة الصليب من أجلنا، ونعرف نحن نكون خبز يؤكل أمام الآخرين مثل ما بيقول
طباوي او طبان شرقيه بيقول عن الكاهن انه هو بده يكون خبز يؤكل، بس انا كمان بكفي وبقول كل انسان مسيحي مدعو انه يكون خبز يؤكل مثل المسيح، بده يقدم زيت وذبيحه من اجل الاخرين. وثالثا هو اذا بدك مصدر شعاع الروح القدس، بيستنير الانسان من الروح القدس حتى يشع من انوار الروح للانسان لكل انسان بيلتقي فيه. مشان هيك بيقول يسوع انتم نور العالم، انتم حملين نور الروح القدس بداخلكم، خلوا انديلكم دائما مليان بزيت الاعمال الصالحه، تغنوا بمواهب الروح القدس حتى تضلكم شاحوا من الروح يلي فيكم. ابونا يعني بعد هالشرح المستفيض والحلو لاول يعني واحد اول شيء بيقول شو لي علاقه بهودي واشياء انه قديمه وتاريخيه وشو لهم معنى والى ما هنالك، يعني بعد ما اغنيتنا هلا بهالشرح فعلا مليت لنا قلبنا من هالرموز وفعلا عرفنا ليه انعملت وكيف انعملت، يعني ما كانت هي قصه هيك فولكلوريه او تزيينيه. يعني فينا نختم بصلاه تنقدر فعلا نعيش هالكلمات. ايها المسيح، كلمة الله يلي صار بملء الزمن بشر ونصب خيمته بيناتنا، أيها المسيح مجد الله يلي سطع بقلب عالمنا، أيها المسيح يلي بدمك تطهرنا ومسحت لنا خطيتنا بدمك الطاهر، أيها المسيح خبز الحياة، خبز السماء يلي نزلت حتى تغذي نفوسنا الجائعة إلى حبك إلى خبزك، أيها المسيح خبز الحياة يلي قدمت جسدك مأكل لألنا ودمك مشرب لألنا، حتى يلي بيدوقك وبيتناولك ما بيدوق الموت الأبدي، أيها المسيح من بركك ومن مجدك لأنك منحتنا الحياة وجعلتنا نكون حاملين كلمتك نزيحها أمام كل إنسان نلتقي فيه حتى يقشع كلامك متجسد بأقوالنا وبأفعالنا وبسلوكنا وشاهدة حياتنا. أنت يلي جعلتنا نتناول خبزك حتى نصير خبز يؤكل مثلك، وجعلت منا شهود نحمل صليبك كل يوم مبتهجين بخلاصك، عارفين بأنه قيامتك بتزهر بوسط موتنا مثل ما زهرت عصا هارون باللوز. جعلت فينا روحك القدوس يلي بيسطع بأنوارته من خلالنا وفينا حتى يبشر بأنه ولا ممكن الظلمة يكون إلى الكلمة الأخيرة، نورك بيسطع بكل ظلمة حتى يسكت ظلمة العالم. آمين آمين. أخوتي المشاهدين بشكركم على حسن المتابعة وعلى أمل اللقاء فيكم الأسبوع القادم، استودعكم سلام المسيح.